مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة وأهلا بكم. تميز الوضع الجوي لهذا اليوم بمرتفع الضغط الجوي، وكما نلح من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي كان سماء فصباح صافية على مجالتنا البحرية. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر، الطقس قليل السحب بشمال تونس، رياح شرقية جنوبية شرقية سرعتها من 20 إلى 25 عقدة بمنطقة سيرات، ومن 10 إلى 20 عقدة تتقوى آخر النهار لتصل إلى 15-25 عقدة بخليج تونس. البحر قليل اضطراب فمضطرب بخليج تونس ومضطرب بمنطقة سيرات. بشرق تونس رياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر يكون قليل اضطراب. بخليج قابس رياح شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة تتقوى آخر النهار اللي تصل إلى 15-25 عقدة، البحر قليل اضطراب فمضطرب ورؤية تمتد من 3 إلى 7 أميال. بالنسبة لهذه الليلة، يتواصل طقس قليل السحب بشمال تونس، رياح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 20 إلى 25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر مضطرب. بشرق تونس رياح جنوبية جنوبية غربية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل اضطراب. بخليج قابس رياح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة ثم تتقلص لتصل إلى 10-20 عقدة، البحر يكون مضطرب فقليل اضطراب والرؤية تنخفض من 7 ميل إلى ميل واحد. يوم الغد إن شاء الله بعض السحب على مجالتنا البحرية بسواحلنا الشمالية، ريح من قطاع شرقي سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب. بخليج الحمامات ريح من قطاع شرقي كذلك من 10 إلى 20 عقدة ثم تتقوى آخر النهار لتصل إلى 20-25 عقدة، البحر يكون قليل اضطراب فمضطرب ورؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشبا وخليج قابس، ريح من قطاع شرقي كذلك من 10 إلى 20 عقدة تتقوى آخر النهار لتصل إلى 20-25 عقدة، البحر يكون قليل اضطراب فمضطرب ورؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر، بميناء إصفاقس 53 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و25 دقيقة، متر و39 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و21 دقيقة. بميناء قابس 77 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و34 دقيقة، متر و82 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و35 دقيقة. بميناء جرجيس 34 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و23 دقيقة، 82 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و24 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالمواضع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعض أسئلة قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.